هو اساسي جدا الدواسين اللي تحت دولت، لان هما اللي بيفتحوا لك ان انا كده ادخل الخيط جواها. تمام. وغير كده الدواسين دول عكسي، يعني اعتبروا خيط فوق خلاف، هما بيخلوا الرسمه فوق وتحت. يعني الخيط كده اقلب انا كده بقت ايه عكسي. بص حضرتك كده عشان تبقى الرسمه وشين، لان اي حاجه مكان مهما كانت قيمتها غاليه جدا لا يمكن تلاقيها وشين. يعني انت لو اشتريت سجاده غاليه جدا بس مكنه مش يدوي تلاقيها وش واحد بس، وتلاقي الوش التاني حاجه تانية. مش ده حقيقي. دي مهما كانت حتى لو كان سعرها بسيط جدا هي لازم تبقى وش قدر عشان تعرف ان هي هاند ميد. الزبون لازم يشوفني وانا شغال عشان يقتنع ان ده هاند ميد، لانه بيشوف رسومات صعبه جدا قدامه. محمود البغدادي، مركز مدينة فوة، محافظة كفر الشيخ. قول لي بقى ايه بتعمله ده؟ ده سجاد يدوي، شغل قديم جدا من ايام الفراعنة كده، كانوا اجدادنا الفراعنة هم اللي بيشتغلوه زمان، ودلوقتي لسه لحد دلوقتي موجود. يعني الناس الكبيرة هي اللي بتعمله، الشباب الصغير بتاع دلوقتي ما بيشتغلش فيه دلوقتي. ايه معاك بدأت انت وازاي وليه؟ انا اتولدت في البلد اللي بقول لحضرتك فوة ديت، كان 95% من عدد سكان البلد دي شغلتهم، فكان طبيعي ان انا اخش الاقي الشغلة دي قدامي واتعلمها يعني. فالحمد لله فتح منها بيته. والله ناس كتير، الفضل لربنا الاول ولاخويا، وبعد كده اشتغلت مع ناس تانية وكده وانا صغير، اشتغلت حوالي 12 سنه كده يعتبر صبي يعني، اعمل لهم غزل وكده، وبعد كده لحد ما اتعلمت ان انا اوصل اقف الوقفه دي. انت كنت حاببها اصلا ولا دي اللي كان طبيعي ان انا اشتغل فيها؟ عشان بقول لك كان 95% من عدد سكان البلد، ال 5% فلاحين مثلا والباقي شغال فيها، فكان طبيعي ان انا اشتغل فيها، فبعد كده حبيتها وفتحت بيتي. انت بتدرس ايه او درست ايه؟ انا ما دخلتش مدرسه خالص للاسف. طب يعني كانت هي دي مدرستي. كانت هي مدرستي. اه. كنت حابب ان انت تتخصص في حاجه تانية؟ لا، انا لما اشتغلت فيها واتبسطت فيها واتجوزت منها وفتحت بيتي منها ما حبيتش غيرها. ايه اكتر حاجه صعبه؟ برغم ان هي متعبه جدا. قول لي بقى ايه المتعه؟ انت طول ما انت واقفه كده بتشتغلي بايديك ورجليك ودماغك وتفكري في الرسمه وتفكري وتعملي وتخلي شغلها كتير.